اش كلمات عن وصلهم كالمالك البلاد. خرج عاد شعبك للشارع تواجه معانا كحنا ابناء. انت كمسؤول علينا وانت اعلى سلطه في هذا الوطن، ليس اخ النوش، ليس وهبي، ليس الذباب الالكترونيك ديال وهبي ودي اخ النوش. حنا كنثقوا في الملك، في المنابر الاعلاميه اللي كيوصلوا الصوت ديال الفقير والصوت المطلوب. من هذا المنبر هذا تنقولوا الله ياخذ الحق في اللي كنحيلوا السلام في هذه المدينه. فين حقوق المراه المغربيه؟ اين حقوق المراه المغربيه؟ الحقوق المغربيه فرقتوا لها حقها بالفساد وفي التشرد الاوسان. عرفتوا المراه المغربيه حطيتوا لها واحد النصوص في الدستور، المراه تجيب طلاق الراجل في بيت الناس، والمراه ما فكرتوش فيها ملي كتبات في الشارع، والمراه ما كتفكروش فيها ملي كتبيع من لحمها وتوكل لولادها. مشاهدي الواجهة، مرحبا بكم معنا في هاتف المباشر من شارع محمد الخامس. كما كتشوفوا معنا هذه السيدة حالة إنسانية تدمي القلب، حالة إنسانية ديال التشرد ديال هذه السيدة. اليوم أربع أيام وهي جالسة في هذه البلاصة هذه. اتصل بنا واحد الشخص على أساس نادي بالمقهى اللي غادي يستبنى أسباب ديال هذه السيدة اللي باركينا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله مبروك العواش، رمضان مبروك سعيد. شنو المشكلة هاد السيدة؟ المشاهدين هاد المرأة هاد المرأة في عود الوالدة ديالنا وفي العود حنا ولادها. هاد المرأة هادي أربع أيام هي مسكينة هنايا. تعالي لالا. أربع أيام هي هنا مسكينة. تنسد القهوة، أنا دابا نسد القهوة، عاد تنوض من الكرسي مسكينة وعاد تبات في الخلا. حنا في دولة، شي دولة اللي ما كنستاهلوش في هاد المرأة هادي الأم ديالنا غنشوفوها في الشارع ناعسة في القسم. وكتشوفوا منين هي؟ مسكينة مريضة ما بقاتش تهضر، أربع أيام هي مريضة وحاسبها على الله. منين جا سولتيها؟ منين جا؟ ما كتهضرش، ما كتبقاش تهضر، عندها غير أزماتيك ما كتبقاش تهضر. تنسدوا القهاوي تتبقى مسكينة متشردة هنايا وكتفرش الضس وكتغطى الهواء وكتاكل من البركاسة. باش نفتخروا على راسنا نقول لك راه تنوكلوها بحال باقا ما مكناش على راسنا حنايا نوكلوا مسكينة هي. حنا تنبغيو نلجؤوا لهاد الجمعيات ديال الفراسة اللي كيجمعوا الفلوس من هاد الضعفاء، منهم جمعية ديال الهلال الأحمر اللي كتاجر في المتشردين وفي الشوارع المقهورين. تنبغيو شي مؤازرة من عند السيد العامل، يدير واحد المؤازرة على رجلو. واخا السلطة ما فراسهاش بأن السيدة كتجمع. السلطة فراسها وفراس أعوان السلطة، وغادي عليها البارح جايين واقفين هنا فوق ست الماطر ديال أعوان السلطة، وبلغنا لهم الرسالة. قالوا المرأة مرأة مغربية متشردة، منها أمي منها أختي منها أمك منها أختك. شوفوا من الحالة ديال الإنسانية ومدوا واحد ديال المساعدة كباشا كعامل كانتم أعوان السلطة. بلغوا هذه الرسالة للمسؤول ديالكم. المسؤول راه خصو يشوف هذه الرعية هذه، هذه المرأة هذه راه مي المسؤول، هذه المرأة أختو يديرها ويبغي يموت تشرد في هذا النص الليل هذا. واخا ما سولتهاش من جات هي ما كتهضر، سوه هضر مع خويا أنت. السلام عليكم. منين جيتي أختي؟ منين؟ منين جيتي؟ عاجز 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 عاجز. هاي مسكينة ما كتبقاش تهضر، ولكن اللي غنوصلوا هذه الرسالة. تعالي تعالي. هذه الرسالة اللي غنوصلوها كمسؤول على هذه المدينة، المسؤول على هذه المدينة هذه. ما مسؤول ما والو، ملي كتشوف هاد الناس هادو في المغرب المنسي وتا واحد ما تفكرهم، تنقولوا حسبينا الله ونعم الوكيل. وما كنلجؤوا لكمش على شي حاجة عاونا حنا، أنا ما خصني منكم والو، ما خصني. شوفوا هاد المرأة واخا اليوم كتشوفوا الوضعية ديال هاد السيدة، وهاد المرأة مسكينة سيدة تلقى فيك الحال الشهر أيام كتاكل من البركاسة، كلات قدامي مشيت حيتها قبيلة من البركاسة. والبارح السمرة والشلتومة كمنابر إعلامية وكمسؤولين ولاد سيدي سليمان، شت السمرة شريحة نزلت البارح وعينيا غرغروا على هاد المرأة هادي. ولا مسؤول ونجحت جوج أعوان السلطة قلتوا يا فلان يا فلان، راه واحد المراه هي متشرده ومريضه. سمح فيا وديمار العجله ديالو زاد، وهاد العجله اللي كتعاون اعوان السلطه راه كيفتخروا بهم كهوايه، كيتسالوا بهم كرزقهم ماشي كعمل. هو تيقول لك انا عاون كنخدم ليل ونهار مع 11 الليل، وتعيطت على عاون السلطه قلت له تعال تشوف هاد المراه هادي. سمح فيا وزاد، قال لك غنمشي نتسحر وتنقولوا لا اله الا الله. واخا فين كتنعس مسكينه دابا هي؟ كتنعس في هاد البلاصه، تعال شوف اخويا، ها البلاصه مسكينه، ها هي جات ليها. ها هي هاد البلاصه كتنعس مسكينه. مسكينه. ها هي. ها هي وعكس معاها هاد المحذوبه ديالي انا الا بغاتها، هاد المحذوبه ها هي هي اللي كنخلي لها ورافع. لا هذه ديال الله، هذه تاع تسالي ما تبغي تسحر وعاد تاكلي، هذا رزقها. ها هي مسكينه هنا، رزقها هذا، ها هو جابوا لها الله. كتبغي تسحر كتفرش الارض، كتفرش الارض مسكينه، كتنعس بحال هكا
حاول هكا هاد المرأة هذوك غتنعزهم وكتنوض منا غدا نسى نبغي نفرش انايا كعامل في هاد القهوة كتمشي مسكينة لهيه هاي أنا جمعت الكراسي دياولي هاي نضت من الكرسي هاي جا تفرش الأرض وعاد تغطى البرد وعاد تاكل من البركاسة ودولة فوسفات وشبحورة وتراوات خيالية وحنا في عصر 23 ولعبنا مع البرازيل والبيرو وعصادفو الطاليان وباقي المغرب تيعيش الهمش والتشرد والفقر راح جوج كلمات غنوصلوهم كمالك البلاد خرج عاد شعبك للشارع تواجه معانا كحنا ابناء انت كمسؤول علينا وانت اعلى سلطه في هذا الوطن ليس اخنوش ليس وهبي ليس الدباب الالكترونيك ديال وهبي واخنوش حنا كنثقوا في الملك في المنابر الاعلاميه اللي كيوصل الصوت ديال الفقير والصوت المظلوم من هذا المنبر هذا تنقول الله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسبب في هذه المدينه وخا هاد السيده اليوم كنشوف هذه لحقها تشدني القلب اليوم نتوما اللي بقات فيك الحال وبقات فيك هذه السيده كنشوف اليوم هذه امي هذه اختي الوالده اختك هذه امي هذه وضعيه صعبه هكا هذه اختي مرأة مغربية فين حقوق المرأة المغربية اين حقوق المرأة المغربية حقوق المغربية فرقتوا لها حقها في الفساد وفي التشرد الاسر عرفتوا المرأة المغربية حطيتوا لها واحد النصوص الدستور المرأة تجيب طلاق الراجل في البيت الناس والمرأة ما فكرتوش فيها ملي كتباع في الشارع والمرأة ما كتفكروش فيها ملي كتبيع من لحمها وتوكل لولادها المرأة المغربية حبست ما بقات ما تدخل لولادها فكرت تلاجي الشارع وتنعس الشارع لا اله الا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا مشاهدي الوجهه وضعيه صعبه ديال هذه السيده اللي كتعيش تصرف كما سمعتوا معنا الان من 4 ايام هي كاسات هذه الوضعيه السيد هو نادي هذا المقهى. فاق فاق يا مسؤول هذه المدينه فاق. اليوم كنشوفوا هذا هو السحور ديالها. هذا السحور ديالها كما كتشوفوا. كنتمناو من الجهات المسؤوله باش تدخل تدخل عاجل لانقاذ ما يمكن انقاذه خاصه ان هذه السيده في هذه الان تصرف 4 ايام هذا المتيم. احنا لا معنا لا حق لا قانون وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع مع المواطن على الواجهه.